نظمت مؤسسة مصر بالخير بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ورشة تدريبية للمتطوعين على مواجهة الغرم بمقر قصر ثقافة دمنهور بمحافظة البحيرة. وشملت الفعاليات تدريب حول معالجة أسباب تلك الظاهرة التي تدفع البعض للوصول لحالات الغرم في المجتمع. احنا بصدد تنفيذ تدريب لإعداد المتطوعين حول تنفيذ بعض المبادرات المجتمعية لمواجهة قضية الغرم في المجتمع، والحقيقة ان التدريب دوت نتاج شراكة قوية بين مؤسسة مصر الخير و مؤسسة حياة كريمة. والهدف من تنفيذ التدريب ده ان احنا نخرج متطوعين يقدروا ينفذوا ويواجهوا بعض المبادرات يوجهوها للمجتمع. المبادرات ديت مبادرات خاصة بالتوعية بقضية الغرم، وفي نفس الوقت يقدروا يرشدوا الغارمين عن التوجه الأمثل وكيفية معالجة المشكلات الخاصة بيهم. تعلمنا النهاردة ازاي النوت الشخصية وازاي اتعامل مع كل الشخصيات اللي قدامي عشان اقدر احدد ازاي اتعامل معاها بعدين في التحليل او في البحث الميداني اللي انا هعمله. استفدت كمان ازاي ان انا الغارمات ازاي اقدر اساعدهم قبل ما يتحولوا اصلا لغارمات، ان انا اقدم لهم المساعده، ومؤسسة مصر الخير تساعدني ان انا اعمل كده. وعرفونا ازاي نتواصل مع الناس وازاي نحل المشكله قبل وقوعها، ثم بعد كده اتكلموا معانا عن البيرسونال ستايل، مين الشخص الودود، مين الشخص العاملي، مين الشخص العفوي. والاستفاده الاكبر من التدريب والهدف الرئيسي منه اللي هو احنا ازاي نوصل للغارمين والغارمات قبل ما ياخدوا خطوه، قبل ما يكون عليه حكم، قبل ما يدخل في قضيه.